مرحبا بكم مشاهدي قناة يحيى سعد للأخبار الفنية. إذا كانت هذه زيارتك الأولى، ندعوك للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك الجديد دائما. مروان يوسف من لبنان، هكذا أصبح بعد الشهرة. أنيس بورحلة من الجزائر، شاهد كيف أصبح بعد مرور 4 سنوات من تخرجه. إيهاب أمير من المغرب، هكذا أصبح بعد الشهرة. محمد عباس من مصر، شاهد كيف أصبح بعد الشهرة. نسيم الرئيسي من تونس، شاهد كيف أصبح بعد الشهرة. رافائيل جابور من لبنان، شاهد كيف أصبح بعد الشهرة. علي الفيصل من السعودية، شاهد كيف أصبح بعد مرور 4 سنوات من تخرجه. محمد سعد من مصر، شاهد كيف أصبح بعد مرور 4 سنوات من تخرجه. مرتضى النجم من العراق، شاهد كيف أصبح بعد مرور 4 سنوات من تخرجه.